بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتي حول زيت الزيتون، تركيبته الكيميائية وفوائده الصحية. تعتبر شجرة الزيتون من أقدم النباتات التي عرفها الإنسان، فقد كرمه الله سبحانه وتعالى بذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. التركيبة الكيميائية لزيت الزيتون: ليس عنده صيغة كيميائية واحدة، بل يتكون من العديد من المركبات الكيميائية وهي كالآتي: أولا الماء، ويمثل ما بين 65 و72% من وزن الثمرة. السكريات: هناك سكريات أحادية مثل الجلوكوز والفركتوز، كما هناك السكريات الثنائية مثل السكروز، والسكريات المعقدة مثل السيلولوز. ثم تأتي البروتينات، وتقدر بحوالي 1.5% من مكونات الثمرة. أما الأحماض العضوية فهي الأوكساليك والستريك أسيد، البوليفينولات وهي التي تسبب الطعم المر أو الحامض في اللب. الفيتامينات: تحتوي ثمار الزيتون على مجموعة الفيتامينات التالية: الفيتامين A، الفيتامين B1، الفيتامين E، الفيتامين D، ثم الفيتامين C. الصبغات مثل الكلوروفيل A، الكلوروفيل B، والبيتا كاروتين. الأحماض الدهنية التي تدخل في تركيب زيت الزيتون تقسم إلى قسمين: أولا الأحماض الدهنية المشبعة مثل البالميتيك أسيد واستياريك أسيد. الأحماض الدهنية الغير مشبعة مثل الأوليك أسيد، لينوليك أسيد، ولينولينيك أسيد. كما هنالك مضادات الأكسدة وهي تساعد على منع أكسدة الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الزيتون، وكذلك تمنع أكسدة الأحماض الدهنية داخل الجسم، وهي تشمل البوليفينولات والفيتامين إي والفلافونويد مثل السكوالين. العناصر المعدنية الموجودة ضئيلة وهي الحديد والمنغنيز والكالسيوم، ويجدر الإشارة إلى أن كمية الغذاء الموجودة في الزيتون الأسود هي أكثر من تلك الموجودة في الزيتون الأخضر. يتأثر زيت الزيتون بالضوء العادي، مما يؤدي إلى تلف وتدمير مضادات الأكسدة الموجودة فيه، ومن هنا ضرورة حفظه في أوعية زجاجية ملونة وغامقة اللون. من جانب آخر، نعلم أن كل شيء مصنوع من ذرات، وهذه الذرات دائمة الاهتزاز، وأن اهتزازها يسبب أحداث مجال كهربائي ومغناطيسي. فمثلا التردد الذي يبثه الإنسان يكون بين 60 و 68 ذبذبة، ولكن أعلى ترددات موجودة في زيت الزيتون، حيث يصل التردد فيه إلى 320 ذبذبة في الثانية. هذا الجدول يعطينا مقارن تردد الاهتزاز لدى بعض الزيوت، ونرى أن أكبر تردد اهتزاز موجود عند زيت الزيتون المستخرج بالبارد، حيث يصل إلى 9000 أنغسترام. كما أثبت الدراسات أن أهمية وقيمة زيت الزيتون تكمن أيضا في أن نشاطه الإشعاعي يستمر ويدوم لأكثر من 10 سنوات، ويزداد هذا النشاط لما نضيف إليه غذاء آخر. إن زيت الزيتون يختزل طاقة كبيرة في داخله، وعندما يتناول الإنسان هذا الزيت أو يدهن به جسمه، فإن هذه الطاقة تؤثر على خلايا الجسم وترفع من طاقتها، وبالتالي ترفع من مقاومة هذه الخلايا للأمراض. ولذلك أمرنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نأكل الزيتون وندهن به، فإن زيت الزيتون يقي من أمراض القلب، كما أنه يحمي من تدهور الذاكرة، ويقي من السرطان، ويقي من قرحة المعدة، ويعالج هشاشة العظام، كما يفيد مرضى السكري، ويحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم، ويلطف الجلد، ويغذي الشعر وينميه. واستنادا إلى أسانيد علمية، وجد أن الزيتون يحتوي إلى جانب الدهن على صبغيات، أي يحتوي على أحماض أمينية هي الفينيلألانين، الذي يدخل في تركيب مادة التيروزين، وهي المادة التي تكون صبغة الميلانين التي تحدد لون البشرة والشعر. ولصبغة الميلانين أهمية كبيرة، فهي توفر الحماية من حرارة الشمس بزيادتها في جلد أجسام سكان المناطق الحارة. هنا نرى تكون الميلانين بصنفيها الأوميلانين والفيوميلانين انطلاقا من التيروزين. كما أن لأوراق الزيتون فوائد، إذ يحتوي على مركبات تسمى الأولوروبيين أسيد، وهو قاتل طبيعي لبعض الفيروسات والبكتيريا، ويعالج الكثير من الأمراض المعدية والمعوية، ويساعد على تنشيط الكلى.
الدكتورة أمل عبد العزيز بن سليمان، أستاذ مشارك بالكيمياء العضوية، كلية العلوم عرعر، جامعة الحدود الشمالية، المملكة العربية السعودية.